شاشة التلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هنا رسالة فيكي مسرين. أهلا وسهلا فيك شايف، الحمد لله. كيفك بهالشوب؟ يعني مثل كل هالعالم. مثل كل هالعالم. أنا مشوي. إيه تسلمي تسلمي. أهلا وسهلا. تسلمي ميرسي. اليوم أنا ومسرين رح نحضي كرات البطاطا بالخضار بنكهة الكاري. شو بدي من مكونات؟ بدنا بطاطا عم تنسلق على النار كيلو ونص. بدي بيض عدد اثنين، بقدونس نص باقة، طحين كوب، كعك نص كوب، فليفلة حلوة حبتين حيلا ألوان بدكن ياهن، بصل أخضر 4-5 حبات حسب كبرة، جزر بدي 3، هون بدي جزرة لزيني، بقدونس لزيني، وهالملفوف الأحمر كان عندي من جمعة الماضي قبل ما أروح على الأردن وجيت بعدها مليحة بستعملها هيك، بعملها لوحة طويلة، لوحة ملح، كركم، فليفلة حلوة حمرة ملعقتين، الكركم ملعقة واحدة، بودة الكاري ملعقتين صغار، وبهار أبيض برجوز طيب، وزيت للقلي. زيت للقلي. نعم. هلا نشوف إذا استوت. أنا بقول يمكن بدها شوي صغيرة، جيبي ملعقة، هلا ما ندسها. منعلي حبة بطاطا. ما منشكها بالشوك. ممنوع. وبكبسها هيك. صحيح. بدها، حسب ضغط الإصبع. نعم. هلا اذا كانت بارا ما استوت، قد ما يكون ضغط اصبعي قوي بتكون ما استوت. صحيح. مش راح تجي مني وتقول لي استويت. هلا رح نبلش بتحضير الخضار. بدنا نبرش الجزر او نعملهم بالصغير وبعدين بنعمل بالكبير. يلا جيب لك مبرشه للاستكاف. يلا يلا. نبرش جزر، نبرش الفليفلة، نبرش البصل إذا ما نفرمون ناعمين. تني عزبوني اليوم الكفوف ما بدون يفوتوا. لا طب البصل بفرم لك إياه. بس برش الجزر اللي معروف بلش فيه. لك أوين بيطلعوا؟ برش عراس وعراس عراس فرد ماي. إيه هاي جنابي أوين بيتخلصوا؟ تفرم له راسه فرد ماشي. ممنوع المزح والغلط. تقطيع روس معك دغري. على طول نحن عم نشتغل على هاي المبرشة بدنا ننتبه ما بنخلي اصبعنا يضرب تحت يجي تجرح. بدنا ننتبه بالاخير بس نصار على الاخير ونعملها على مهلنا. ايه ما فيها مرجلة. ما فيها مرجلة. يلا حطيها هون ما بيأثر. تاني مثلها. هاي البطاطا ركبناها الساعة 3 نحن، بدها تقريبا 45 دقيقة، يعني هلا ما بنلحق نبلش بالخضرة، نخلص بتكون استوت البطاطا. هي فكرة البرش منهم مش فرم شاف لتكون أكثر ناعمة. مزبوط. ما تضل فيه قطع سميك. تفوت بقلب البطاطا تدوب. نعم. يصيروا كلهم طعمة وحدة موجودين بقلب بعضهم. نعم. حس حالي عم لون. ان شاء الله حلو واحد يتفنن بالتلوين يرسم وبيلون. هو الطبخ نفس الشيء. مظبوط. في احساس طبع. صحيح. امتنا بقولوا بده نفس اكل بده نفس. نبرش الفلايفلي شيف. فلايفلي مع البزر لو نوصل له احلى ما بيأثر. بيغذي البزر. هلا لو فليف بيحرى بنقول لك ايه بيحرى كثير. صح. هودي ما بيأثر. صح. طب ما نترك القطعة الكبيرة. هي بدي اعذبك. لا لانه صار له جمعتين بالبلاط. تبهت.
ايه بيعذبك، بس انه مستعمل لونه حلو بنغير باللون. انا كنت بدي اجيب بس دغري بيغلوها، هي نفس الطعم. شايفه ملونه 250,000 في السوبر ماركت، اليوم صار في حامض. امبارح بتصدقي سوبر ماركت طويل عريض فيش حامضه؟ ليه؟ مع انه هلا موسم. لا موسم غالي بلا شغله مني، مشان هيك صحيح استعملوا لايك، لانه هذه قليله. حاجه اجيب لك حبه انا كنت جايبها معي ومغسله خالصه، لانه ما اخذت كثير، لانه بس تكون دبلاني ما بتطلعت مزبوط. صح. يلا هيدي هي الاساس. هي كطعمه ما بتفرق شايف نهائيا، ما بتفرق اللون بس بيفرق. عنا نحن عطينا كركم، هالكركم هو بيعطيها اللون الصفار. نعم، يعني مش عاوزين الفلافل تكون صفرة. صح، يمشي حالها بالخضرة، ما حتعرقلنا. مش حتعرقلنا. هلا بدي كملي لي بس المحل الابيض بالبصلي. اوكي، انا بفرم الباقي. كل البصلات شايف؟ ايه كلهم بدنا اياهم طيبين. انا بحب البصل. لا انا سقت باذنجان اللي هي فيها بصل. نعم، بس بدي اكلها تاكل معها بصل. بصل انا بحب البصل. هلا ما بده. لا قديش مفيد كمان. ايه كثير مغذي طبعا. لما عم طلعها هيك مثل عم بسحبها من روحها. وهي بفرم هون. ما صرت نزل لي دموعي كل مرة. ها هيك بنقي الدموع، بنقي العينين البصل طبعا. يسلموا دياتي. تسلم. انا نعصرهم ونحطهم. وبعدهم شوي سميك. هون كمان بفرمهم من كبشي، لأنه صاروا على الأخير هون بيعذبوا بالبرش. صح. هاولي نحطهم فوق هون. زمطت. زمطت ليه؟ لانه هني قلت لك دبلاني. صحيح. بكل شيء بيزبط. صح. ليه مكنة حقها 300,000-400,000 دولار من هول الشركات المكنات الصناعيه اللي بيعملوا تحضيرات الحلويات والاكل. نعم. تلاقي اوقات شيء بيزبط. اكيد ايه؟ اكيد. جاتينا الملعقة لنشوف. كمان بده نتف. هاي هي على القد. نحن قلنا ثلاثة حطينا هون. صحيح. وهلا ثلاثة ونص وسبع دقايق، بعد خمس دقايق بتكون طلعت. بتكون خلصت. هون شو عامل شي؟ يلا بعصرهم.
فالبن على احسن ما نجوي وقتين. نعم. نحطهم دغري بواعي جديد، نخلطهم بهالواعي. فينا نحط هذا هذا هو الواعي. ضروري يتعصروا طبيعي، لانه اذا ما تعصروا بياخذوا كثير طحين وكعك ساعتها، لانه ميتهم ضلت بقلبهم. بقلبهم. هلا بدي يقولوا لي المي بتغذي، مزبوط انا معهم بتغذي، بده واحد فيه يشربه وشرب صحيح، في ما يتعطل، بس مع الاكل ما بيزبط. صحيح. هيدي الاكله فينا نزيد عليها كمان جبنه؟ فينا فينا كمان، يعني هون بتصير كل واحد هو شو عباله يعمل، شو عباله في حط. نعم. مزبوط. كل ما نعصر كل ما احلى. تضل لك يمشي اكثر. وغير انواع خضره كمان بينزل لها ولا لا؟ لا ما في كوسه، بس باذنجان ما بروح. فينا نزيد، فينا نزيد كوسه، بتنقطع كمان قطع صغيره. المهم ثلاث انواع، اي نفس الشيء. نفس الطريقه. نحن حاطين فلافل، جزر وبصل. نعم. يعني ثلاث أنواع خضرة بصير كافي إنه تعطيها طعم كتير طيب لها. ولا صرنا خبيصة. إيه بتضيع ساعتها الطعمات والنكهات والألوان. كيف كيفين كأنهم من الشافي من الشفين. من الشافين مزبوط. دي أنت عم تفتح لهم مجال يضل فيهم نقطة. مجبورين. إيه؟ هالأصول الشغل يعني. بدنا ننتبه نكبس شوي شوي. نعم. مش نكبس بسرعه ويجوا عتيبنا. صح، كمان هاي بدنا ننتبه لها. ونسكر هون. ايه ونسكر لك كيف نسكر بالبيه مزبوط، ولا بتطص منشان ما يطلع. صح. من هون زوم صوبه. صحيح. لك كيف صار هلا هون الكب. خلي نشف شوي انه هلا بدي بلش نكبس فيك البطاطا ونحطها فوق. نعم. هي اجمالا بتاخذ وقت البطاطا على النار. ايه. هلا هي كل ما كانت الحبه صغيره كل ما استوت اسرع. مزبوط بكل شيء. صحيح. خبرنا كيف هالاردن معك؟ بجنن بجنن. خاي؟ بالقليل في سلام ووئام. في نظام. وفي نظام. مش شليل. طيب بهالوقت يلا نخلط هون. حطي لي نعطيكي ملاعق. بلش بجوز الطيب. بجوز الطيب. خلاص شايف؟ منيح بدها لأن فيها بيضتين. نعم. يلا مشي الحال. حطي ايه يلا. بابريكا كلهم كلهم. اوكي. كلهم. هلا بدنا نحطه مع البطاطا. يلا هي معدل ملعقتين صغار. كلهم. بودرة الكاري ملعقتين صغار. كركم ملعقة صغيرة، وبهار أبيض شوي صغير شوي صغير. ايه أكيد. شيلي شوي صغيرة، أقل. ايه منيح يلا. بهار ابيض شوي صغيري، الكركم كلهم ملعقه صغيره. دائما بهار الابيض لانه يعطي طعم يتحر شوي. صحيح. حطي ملح ملعقتين جديده. وخليها بقلبها. حطي ملح لانه بدنا نخلط مع البطاطا. نعم. اوكي. هيك مع البطاطا صاروا خلصين. صحيح. كمان انا بدي اعصر البقدونس. يعصروا لانه البقدونس نجيب صحن كمان بحفظ مي مغسل. نعم.
بحفظ مي. ايه الا اذا كان نعم قبل بوقت مغسلينه بكيات صغيره نعم ومنشف من قبل نهار او قبل 4 ساعات. نعم بس نحن هاي الوقت فيش معنى اياه. صحيح. نضطر انه نفرمهم ونغسلهم. انا هون هلا بدي اعصرهم. مزيج الالوان شو حلو. ايه كتير الوان حلوه على بعضها. حط معهم البيض. قدي حينبسطوا الاولاد بهيك اكله؟ ايه كتير بينبسطوا فيها. يعني تنعمل طبق جانبي. وهي التاني. حط معهم كعك. هلا بدها طحين بعد شوي مش كتير. حط لها هلا طحين شيف او منتركها معهم؟ نتركها معهم. يا هاي البطاطا مبدئيا خلصت، رح نطفي النار ونشيلها نبردها. مش حالة استوى. هيئتهم على الخطوط معطلين عنا اليوم بالتلفزيون. ما في خطوط. وهي بالشهادة شيف. هي بالشهادة. هلا بحال ما حدا عنده هيدي في يستعمل الشوكة عادي بتنمع الشوكة أو المطحنة اليدوية كله بيمشي. أوكي. بنبلش نقشر البطاطا. جيبي بعض صحن من عندك. بيرجع بيسخن. صحيح لانه محفظ بعض السخن بقلبه ولا لما تقشر اكثر كمان. عجبتني كلمه محفظ. محفظ ايه. انا عم بردله نص تبريده. صحيح. يعني كل ما كانوا سخنين كل ما ساعدوا اكثر بالتقشير. بالتقشير صحيح. بس ما بدناش نحرق ايدينا. صحيح. كل ما يتقشروا بسرعه. هيك بتصير مقبوله. وانت مجازف شايف. شو بنعمل؟ الحياة هي مجازفة. صحيح. ومناخد اتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور. كيفك؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ منيحة. قديش صار لك عم تجربي تليفون؟ والله إلي زمان عم جرب تليفون صح. إليك زمان. يعطيك العافية. الله يخليك طول عمرك وميرسي على الأكلات الطيبة. صحة وهنا. صحة وهنا. الله يخلي لنا إياك يا رب يا شيف فرانسوان. تسلمي عيوني. تسلمي كلك ذوق. بدي اسألك عن لبن امه. لبن امه. نعم. تكرم عيونك.
حبيبي خليني اياك طعمي طيبة. يلا منين سكر تليفون ايه سكري يلا اوكي تكرم عيونك. لبن امه اول شيء بنجيب لحمة بتكون مقطعة راس عصفور بنحطها على النار بنشلها زفرتها بنضيف عليها مواد عطرية مع ملح بنغطي النار وبنتركها شلنا الزفرة حطينا مواد عطرية بصلة جزرة ورقة غار والقرفة كبشة قرنفل أو أربعة متوفرين منهم بغطيهم مع ملح وبتركهم على نار خفيفة لتستوي اللحمة. هون بدي أزل خمس أشخاص نص كيلو لحمة بجيب نص كيلو بصل كوي زيت صغير بقشره بشكل إنه تضل البصلة كامشي فيه بحطه بسلقهم على النار بعد الغلي بعير 15 دقيقة بكون حاطط ملح وبطفي النار. بجيب كيلو نص لبن. هالكيلو نص اللبن يلي بنكون حاطينهم بوعي ضيف عليهم 3 ملاعق ونص نشاء الذرة يحترق الواح النار عم بهبوا وبناخذ اتصال. الو جديد. الو الو بونجور شيف. بونجوريني اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ شو اليوم تعذبتي لالي الخط معك؟ ايه شوي ايه شوي تعذبتي. ايه شو بنعمل؟ عنا شوي ضغط خطوط. معلش عذابك بس بدنا مين يرد. عذابك راحة. تسلمي كلك ذوق. شيف بدي اقول لك عملت قمر الدين. نعم. بس في شي حشوة هيك نعملها شي خلطة نحشيون؟ يعني كيف بصير الملبن؟ فيك تحطي معهم بالاول. نعم يعني قمر الدين يعني نعم. المشمش يلي طحنتيه ايه اوكي نعم. سلقتيه نعم تقريبا شو حوالي 7 دقايق طحنتيه على المطحنة مظبوط حطيتي تحت منه نايلون نعم بالصينية المدورة او المستطيلة مظبوط حطيتي على القمر الدين المعهم فيك تحطي لوز فيك تحطي فستق حلبي فيك تحطي جوز مقطع اي نوع ما فيك تحطي بندق تخلطيهم بصيروا موجودين معهم وبعدين بتكملي تنشيفوا لمدة 12 ل 15 يوم. طيب اوكي المكسرات بنكونوا محمصين؟ نعم محمصين اكيد. اوكي طيب اذا هلا اني نشفتهم انا ما بقى في اعمل لهم شيء بقلبهم؟ ما بقى في احط لهم شيء. هلا لك شو بتعملي؟ تاكلي شوي قمر الدين بتاكلي شوي فاكهة زيتية يا جوز او لوز او بندق. ما في غير حل. اوكي تكرمي مدام ميرسي كثير ميرسي تكرمي. وبناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجور كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. صباح النور يا اهلا وسهلا فيكي. كيفك مدام؟ الحمد لله والله مشتاقين لك. شو هالاكلات الطيبه؟ الله يحميك يا رب. تسلمي تسلمي كلك ذوق. خلينا نحكي يا رب. شيف انطوان فينا نعمل هلا دبس الحصرم ولا بعد شيء اسبوع؟ ما سمعتك مزبوط. دبس الحصرة فينا نسويه هلا؟ بلا فيك تبلشي. ايه اكيد عنا هون ببعلبك حبة صغيرة. ايه لانه الحامض بلش يغلى وعصير الحصرم كتير طيب ومغذي. ايه ما كرمال هيك كتير مغذي بس ما بتشيلي الحصرم من عريشي وحده. ايه اكيد. لوين 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 بدك ايه؟ لوين رايحه؟ بدك ايه بتشيليهم من عده عرايش اوكي لتكبر الحبه بغير عريشي اوكي وبالوقت زيته تكون صار فيها منوية موية أكثر العنقود العنب يلي بيكون بعده موجود. أوكي وقدي بدي أغليهم؟ عملت سنتر مدين. روقي 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 شوي. لا بدنا نغلي ولا يغلونا. والله بدنا نستعملهم طازة لنستفيد أكثر من الحامض. ما عندنا هلأ شهر فينا شهر نضل ناكل عصير الحصرم فينا نسويه للحمص للبتنجان للتبولي للفتوش إذا بدك تسويش مع الخل أو جبس جبس الرمان بيجنن هيك الحامض الحصرم. ما نغليهم. انت منغلي اذا بدك تخزني لبعد شهرين ثلاثة اربعة. للشتوية يعني هلا بدنا نشيل شوي هلا وغليك للشتوية لشهر رمضان. اوكي. بتغليهم على النار 20 دقيقة. اوكي.
اوكي. كل لتر من عصير الحصرم بتحطي معه ملعقة ونص كبار ملح. اوكي. من بعد 20 دقيقة بتشيليهم بتحطيهم بقناني. الأناني بتغمريهم بالماء بتغليهم 15 دقيقة بينحفظوا معك لمدة سنة. اوكي ميرسي لك. بلا برنات كمان تكرم عيونك. ميرسي. ناخذ اتصال جديد. الو. الو بونجور شيخ انطوان. بونجور، انا بدك تخبريني قديش صار لك ناطرة على التليفون. يعني شي ساعة. شو الساعة؟ بعرف. انا بنتك قبل ما قبل ما يفتح البروجرام. وانت عم تجربي على طول ومش حدا انا عم. يلا. اوكي. ميرسي لك على كل شيء عم تعمل لنا اياه. تسلمي تسلمي. انا ما كنت فوت على المطبخ ابدا الا بعد ما صرت احضرك يا شيخ انطوان. تسلم. مين معي؟ ما عرفنا الاسم الكريم. ميرسي. يا اهلا وسهلا فيكي. ميرسي كثير. بدي عندي ثلاث سؤالات حفكر انا وبتجاوبني شيخ. يلا بلشي. بس معي اول سؤال بخصوص البطاطا، اذا كانت عليها مثل براعم او شروش طلعت كانت عندي، صحيح بتسمم ولا لا؟ ولا فيني اكلها فيكي؟ الو 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 دغري الو. النعنع انا مره تعلمت كيف قلت لنا نيبسه، حطيته على فوق البراد، ما حطيته بالشمس يوم، وثاني يوم حطيته فوق البراد جمعتين، اكثر شيء شهرين، حسيته انه ما عطى يابس تمام، بس الطريقه انه ليبس يصير كثير كثير يابس. وثالث سؤال عن عجينه البيتزا، اذا عملت عجينه بالطحين بالبيتزا اليوم وضل منها شوي، فيني خليهم لثاني يوم بالبراد؟ بقدر اعملها ما بتنتزع؟ وقد ايه بتضاين بالبراد؟ شكرا كثير، ميرسي كثير، رح فكر. تكرم عيونك. ميرسي. باي. سريعه انت. جيتش سريعة؟ ما في أسرع منا. أول شيء شغلي وشغلي رح نبلش. من شان تجفيف النعنع ممنوع نحطه بالشمس، ممنوع. بيتغسل النعنع، بينفرش على شراشف بمجرى هواء، في في يعني، بس في هواء بالأول حوالي 15-20 ساعة لينشف مزبوط. بعدين بينفلشوا على صواني وبيضلوا تقريبا حوالي 20 يوم بمجرى الهواء، بينشف النعنع وبيضلوا منيح وبيضلوا كتير طعمته موجودة وكل شيء فيه منيح وبيطلع لونه منيح. اللون كمان كتير مهم. يلا نزلين لي هنا ملي معروف. تحب الشغلة مسرين انت؟ طبعا. شو فيك؟ كتلهتي ليش الشوت؟ لو سمحت. ملزقة شو عم تنزل؟ بطاطا وصحنة تلزق. ومناخد اتصال جديد. الو. الو بونجور. بونجورين. كيفك شايف؟ كيف منيح؟ كيف صحتك؟ كيف احوالك؟ الحمد لله، انا اشتقت لك كثير. انا بحضرك كل يوم وبسمعك وبتغنى بنصايحك، ويا ريت كثير مثلك. تسلم. كلك ذوق. مشكور محبتك. تسلم حبيبي. تسلم. بصير يلا حطي هاو فوقهم. ما بدنا هيدي بقى. طيب خلص ايه شيلي اياه. بنحط طحين شوي وهو بنخليهم للت. حط كل الكمية دغري شايفة. ايه كلهم. يلا هلا بيجي انا بدعكم عني. هاي بنحط فيها زيت. فوت المزيج كله ببعضه شيف. يلا بديك دعكي. يلا ايه ملي معروف. يعني الشيفنا حطينا ملح للحشو بالاول نقص. نحن مش مكترين ملح لحتى بعدها شوي حلوه. صحيح. لانه في الكميه البطاطا الكيلو ونص كانوا مش محطوطين بعد. بس لنوضح الامور. طبعا. لو بعدها محافظة على سخونتها. نعم. بعدها محافظة على سخونتها. ايه.
هلا بنحط الطحين هون. كل المزيج فات ببعضه. قالوا فاتر؟ كل المزيج فات ببعضه. ومناخد اتصال جديد. الو شيف انطوان. بونجور. بونجور. بليز بدي اسالك سؤال، بربى المشمش ازاي بحطه للكيلو سكر؟ 700 جرام. 700 جرام انا حتى 800 جرام وطلع كثير مي على الحل، طلعوا عم بيصبحوا. رجعي غليهم شوي على النار، ما تزعلي ما تعطلي هم. نعم رجعي غليهم شوي على النار. برجع بغليهم بيهتليوا بعدين. نعم انا بدي اياهم شقف. بدك اياهم شقف؟ نعم ليضلوا شقف مصبوغ. بدك تنقعيهم بمية الكلس. مية شو؟ مية الكلس. جلس؟ مية الكلس. ما عم بفهم. هلا خليهم مثل ما هن، رجعي غليهم شوي وحطي له ملعقة عصير حامض وبيطلعوا مليح. تكرم عيونك. حامض بس بيشبح صبيحة. ميرسي كثير. بخاطر عيونك بخاطرك. يعني يلا. ما بيصير إذا حطيت 3 كيلو 200 جرام ما بيصبح؟ بيسوى بس بيصير يهدوا شهرين. بحطهم بالبراد. شهرين ونص. ممنونتك انا. تكرمي. شفت قدام؟ الطحين على القلي. على القلي. بس بدها شوي بعد. هودي كمان اذا في ناس عند عزيمه. نعم. بتعملهم بتحطهم على الطاوله بشهوا. ابيتايزرز مع الاكل صحيح. ولا عنده اولاد هالعشاء؟ ايه 100%. هيك انا طلعت صغيره معي. منيح معلش ياكلوها الصغار. ياكلوها الصغار. يلا. حط دغري على الزيت شوي. دغري على الزيت. ما بحب اجل انا. هلا بناخذ اتصال جديد. الو. الو. بونجور. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. بدي أسألك مشان زنود الست. نعم. قليناهم لزنود الست وطلعوا بيقرشوا منيح. نعم. بس بعد 3-4 ساعات بلشوا يطروا. أكيد بده يطروا. ليه؟ لأنه القطر فيه مي. ليه ما القطر 3 سكر و1 مي. لا وكان. بعد قد إيه يطروا معك؟ ثاني يوم صاروا مثل العجين. لا مثل العجين مش لازم يصيروا. أكن جاء حمصهم شوي أكثر على النار. أوكي. تاني سؤال مشان نخل الخيار. نعم. عملناه بعد جمعتين المي صارت ملونة مغبرة. ملح وخفيف. فتحنا المربين فور كل المي لبرا. طارت الشيء عليك؟ إيه. أهم شيء ملحه قليل، أناش حاطت ملح للكباية. مبدئيا ملعقة كبيرة. ملعقة كبيرة منيح الكمية. ايه. طيب المحل ما حطتهم تضربهم الشمس؟ لا. في شيء غلط منهم، أو بيكون الخيار تحت النايل ومش الخيار الشمسي. حاسس إنه جبنة شمسي وقتها. لا. يعني في ليك، في ثلاث أشياء حبيبي. يا الملح قليل، يا الشمس ضاربة عليهم، يا الخيار منه شمسي. هولي ثلاث عوامل بتعمل هالشيء اللي صار معك. بلشي قلبي يعني اذا زدنا الملح ما بيأثر بشيء؟ اذا كان الخيار تحت الخيم لو زدت الملح بده يعمل هيك. اها خل ابيض بيمشي الحال بدل خل العنب؟ هلا اصولا خل احمر. خل احمر. خل العنب او خل التفاح، هلا عم تستعمل خل اصطناعي بيمشي الحال كمان، بس اصولا هوديك. اوكي والسؤال بعد مشان الفلافل عم نحط لهم كربونات تقلي الراس، في منهم بضلهم جامدين، في منهم بيفلشوا. بدك خليها المدام هي وعم تعمل قرص الفلافل هيك، شد الملعقة شوي عليهم. شد على القالب. ما عم نشد و طيب ليش في منهم زبط وفي منهم؟ أقول لك الكربونات مش ملحقة على الكل؟ كمان معقولة، إذا الكربونات مش مخلوطة على الكل بتعمل هيك كمان. يعني إذا كبيتين فول وحمص، قد إيه بدهم كربونات؟ الملعقة صغيرة؟ قديش حاطط فول؟ يعني بين فول وحمص كبيتين. كبيتين بدك نص ملعقة صغيرة كربونات. بدوب بماء قبل؟
نعم نذوبها بمي قبل؟ لا لا ولا شيء، رشها بخ ايدك تتفت مي ودعكها وخلص. اوكي، بس مشان زود السبت شو بدنا نعمل لهم طريقه؟ ما بدك تقليهم على نار وسط وتحمصهم شوي زياده. بس اكيد بعد بس يقطع عليهم 30 ساعة بده يترو. زنود الست بتنعمل وتتاكل طازة أو خلال 24 ساعة. وشعيبيات بحليب ذات الشيء؟ نعم. وشعيبيات بحليب؟ شعيبيات نفس الشيء، نعم. اوكي ميرسي كثير، يعطيك العافية. حضرتك عندك محل حلو؟ لا بالبيت. واسمنك هوين لك. اوكي ميرسي كثير شيف. تكرم، أهلا وسهلا فيك حبيبي. تكرم. يعني توقف مع محطة إعلانية ونتابع حالتنا أنا وأم سيرين عبر شاشة التلفزيون لبنان. نتابع حالتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان أنا وأم سيرين. بناخذ اتصال جديد. ألو. ألو مرحبا شيف أنطوان، الحمد لله على السلامة. تسلم، الله يسلمك حبيبي. لك يا خيي. شكرا، أنا اشتقت لكم. نحن أنا من لبعة ميلاد محفوظ. أوه حبيب القلب، حبيب القلب. طمني عنك، أنا على طول بحكي معك بس هلا هالفترة كنا شوي مشغولين وأنت كنت مسافر بالأردن. حبيبي حبيبي كلك ذوق. كنت أنا بدي أسألك قبل ما حكيتك المدام عن طريقة المشمش دغري، بس اشتريهم شو بعمل فيهم؟ دغري عم تطفيهم؟ لا، انه بس بدي اشتريهم. نعم. بشتري المشمش وبغسلهم وبرجع بقمعهم. نعم. وبعدين بحط لهم سكر ولا لين قدي كم ساعة؟ أربع لا ينشفوا، لا ينشفوا قبل. ايه بس ينشفوا بتحط السكر لكل كيلو 700 جرام. نعم. تتركهم 3-4 ساعات او من عشية لعبكرة ببقوا ميتهم. نعم. ممنوع تحط انت ماء. ايه نعم. وبعدين بتحطهم على النار ساعة و10 دقايق. نعم. اخر شيء ملعقة كبيرة عصير حامض او نص ملعقة من حامض الليمون. وبتشيلهم. انا بدي اشكرك ومرتاعة هالاكلات الطيبة يا خيي، يا ريت لي حدك غدا. حبيبي حبيبي يلا تبقى تجي ليش لا، اهلا وسهلا فيك. حبيب قلبي انت. تسلم، تحياتنا لكل اهل لبعة والجنوب. حبيب قلبي ايه والله عميلي جنوب الصامد، صوت عم بنقذنا. ايه جنوب الصامد معكم حق. ايه حبيب قلبي انت. يلا عزمي وبتخلص. سيدة لبعة تحميك وتحمينا، نحن عنا السيدة هون. حبيبي بتحميكم. ومريحنا المعمدين. جميع القديسين يحموا هالبلد. ايه والله. طيب انبسطنا بصوتك حبيبي. حبيبي قلبي. انت. يلا تسلم. باي. باي. ومناخد اتصال جديد. الو. بونسوار شيف. أنا مري، كيفك؟ كيفك يا شيف؟ منيح كتخر الله. أنا اشتقت لكم. تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق. شيف بس بدي أسألك، الملوخية ما بدي حطها بالفريزر عم يبسها، يعني حطتها بكيس البصل بس نصفه منيح؟ يبستيها؟ ايه يبستها، يعني صار الجمعة هي تاني جمعة. ايه شو علي؟ بس عم حطها بجاط على المنشر الغسيل بيجي شوي شمس عليها، شو علي؟ لا ما هو ما في عليه شيء، بس ليش بدك تحطيها يجي شمس؟ ما بيصير يجي شمس؟ مش ضروري، لا بدي افعل. طيب اجى شمس شو بعمل فيهم؟ ما هلا مش هتعملي شيء، مشيهم، بس انه حاولي حطيهم بمحل ما تضرب الشمس عليهم. هلا رح شيلهم، بس انه ضرب الشمس عليهم خلص. لا ما يا اختي ما انتزعوا بعد. ما بيتاكلوا؟ اكيد بيتاكل. خلص. ايه بس انه حاولي حاولي من هلا ورايح. حاولي من هلا ورايح ما تيجي الشمس عليهم. ايه طيب طيب، بخليهم بكس البصل بحطهم له يعني بضبط. ايه منيح بجنن. ايه طيب اوكي، هيك عم يتهوى. سلمنا على الكل. يا بهالكيس او بمرتبين ازاز. ما بيسوى خليهم حطهم بكيس نايلون؟ ايوه نايلون بيسوى، بس كمان اوعى الشمس بالنايلون، بالنايلون الشمس بينتزع، انتبه. لازم احطهم بشو؟ إذا حطيتيهم بالنايلون ممنوع يشوفوا الشمس أبدا. لا لا ما راح يفوت، ما حطيتهم بعتم. إيه مزبوط. خلص 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 يلا يلا ميرسي شيف، الله يخليك. تكرمي عيوني، تكرمي. سلمنا على شيف عبده. تكرمي. مهدومة. بالنسبة للبيتزا للمدام يلي اتصلت،
للبيتزا اذا سوينا عجينه وزاد منها بتهدي 3 ايام للاربع ايام بالبراد. ولكن بدنا نقول كلمه ولكن، اذا كان بالعجينه في زبده، لان البيتزا فينا نحط لها زبده وفينا نحط زيت، بدنا نشيلها من البراد قبل 3 ساعات ما نشتغل فيها. اما اذا كانت معجونه بالزيت بدنا نشيلها قبل ساعه ما نشتغل فيها. اما ناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجورين سيف انطوان. نعم يعطيك العافيه. الله يعافيك عيوني. معك سيلفا. يا اهلا وسهلا فيك يا سيلفا. سيف انطوان بدي اسالك امتى فرن الكهرباء في يحط على الهواء ولا بلا هواء؟ بشكل عام اذا كان معجنات بدك هواء، حلويات كوكيز اصناف صغيره بدك هواء، اذا قالب جاتو عادي ما بده هواء، كل شيء اكل ما بده هواء. نعم بس الكوكيز والمعجنات. نعم اوكي، يعني بولع فوق وتحت؟ يعني ما قلنا فوق وتحت، بتولعي تحت وبتضربي الهواء. اوكي بس تحت، لانه فرني فيه فوق وتحت وهواء. فرنك حساس قوي. هلا ايمتى بنعمل فوق وتحت؟ اذا كنا كثير مستعجلين. نعم. ومضطرين. نعم. لاكل معين بنضطر ساعتها بندور فوق وتحت، والهواء منشان ما يحترق وجهه من فوق. نعم. الهواء هو كفيل انه يوزع الحراره على كل اجزاء داخل الفرن. مثلا كبه بالصينيه ولازانيا وهول بحط هواء؟ ما بدهم هواء. هو عادي عادي ما بيحبوا الهواء. اوكي يلا تكرمي أطوان. تكرمي عيوني. ميرسي. اهلا عيوني للمدام يلي اتصلت كمان من شان البطاطا، اذا طلع فيها الصبخ الصغير من شان انه تنبت. هاي البطاطا ما منكبها، اول شيء فينا نستعملها لشغلتين. اول شغله اذا عندنا نحن جنينه فينا ننكش ونشيل كل صمخ لوحده، يعني راس البطاطا في يعمل معي 5 روس للزرع بشيلهم وبحطهم بزرعهم. اما اذا ما عندي بلكون تحاولوا ما تخلوها تصمخ كتير، منشيله منستعملهم بسرعه من شان ما نتلفهم ونكبهم. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. وبناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور كيفك مدام؟ ماشي الحال. الشيف انطوان معك تلفزيون لبنان. ايه اهلا شيف. بدي اعزبك تعلي شوي صوتك. ايه شيف بدي اسالك سؤال، البندوره قديه بالفريزر بتضاين؟ بندوره سلايسز عملتها. البندوره شو بها؟ عملتها سلايسز قطعتها وحطيتها بالفريزر، قديه بتضاين؟ شهر ونص شهرين. اوكي وبدي اسالك مشان اللي هي بليز كمان مدوبتها وحاطتها بالفريزر، قد ايه بتضاين؟ كيس شو مش عم مدام علي شوي صوتي. اللي هي مقليتها ومدوبتها. ليتها نعم؟ ايه اكيد. خمسة اشهر. اوكي ميرسي شيف. تكرمي عيوني تكرمي، لانه مش عم بسمعك مزبوط. هيدا لنشتريها خصوصي، مش لنشتريها بس اذا عندنا موجوده شقفه نعملها معها. كل شيء بس يدبل شوي بيقسى طبيعي، بس نحن هلا عم نعملهم للزينه. لما يحمى الزيت اكثر بتصير اسرع السواقه. هلا هن كل شيء فيهم ما في غير البيض بهم يستوي، والبيض قوام يستوي. صحيح. هلا بحال بدهم يزيدوا عليها الجبنه بتسويها. نعم قبل ما تعملي لها هاي تعملي لها هيك بالعكس، تفتحيها حطي شوي جبنه سكريها ورجع اعملي لها هيك مثل حشوه بقلبها بتصير. ايه ابدا حشوه على الخفيف هيك بزيد الدسم اكثر واكثر. ايه
هيلا شيء اخضر عندنا يعني. ورق خس الاخضر شيء كله ملأ ملفوف عادي كله فينا نستعمله زيني مشان انه ما يطلع جات ناشف. صحيح. هلا بنشتغل شوي زين لك الجزرة. نعم. ومناخد اتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله مثل الحال. كله هلا شوبت وخارج جبل. معك حق شوب كتير. ايه. بس لايكي. ايه. شايفي الشوبات اللي عندنا هون. ايه. بالنسبة لبرا ماشي. ايه. رحت يومين على العقبة بالأردن. ايه. يي يي هونيك الشوب حد على صحراء سيناء والسعودية. ايه ايه. 46 الحرارة كانت. ايه قالوا لي وفي ناس راحوا يعني خيي راح على دبي قال لي موت بالنسبة لهون رحمي هون. رحمي هون. معك حق يلا. أنا بدي أسألك شيف أنطوان مرة شفتك على الطريق إذا بتعرفني حد ماريو حنا. نعم. بدي أسألك على الكنافة كيف نعملها بالبيت. نعم. في عدة طرق في أكثر من 10 طرق. في في الكنافة الكذابية اللي هي من قريبه. وفي الكنافة المزبوطة انت شو بدك ما بعرف الكنافة شو قلت لي الكذابية الكذابية كذابية يعني منجيب توست توست ايه توست ايها من... احسن هلا اكيد العادي مليحة بس هيدي كمان منا عاطلة يعني هيديك اذا ايه؟ اكلتيها بتطلع اطيب بس ما بتطلع السما ايه مليحة بس انه ايه؟ كمان انت شو بدك اختاري جيبي بالعاطلة ايه؟ الأولى معلش الكذبية ايه ايه طيبة ايه جيبي توست 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 ايه عادي ايه حطيه على النار ايه حطي معه حمصيه ليصير لونه أشقر شو بحط؟ حمصيه على النار ايه ايه ليصير لونه أشقر ايه حطي عليه شوية قطر قطر ايه ايه وشيليون حطيهم على على الخبزة يعني ايه على العجات ايه نعم ترجع يجيب الجبنة شلغنية الجبنة خليها تشلغن ايه بخيها على النار شوية تشلغن ايه شليها وحطيها فوقها رجعي اعملي طبقة توست تاني مثل الأولانية مع عطر حطيها على وجهها تطلع معك الكنافة الكذابية البيتية وبدك العادي بدك تجيبي صينية حرف واطي ترش عليها عجينة العسملية بتجيبي الجبنة اللي بتكوني نقعتيها بالماي أكثر من 10-12 ساعة ومحليتيها بتحطي معها شوي مسكين شوية موارد ومزار تعمليها قراص بتحطيها فوقها ترجع بترشي شوية عجينة الكنافة فوقها حطيها على النار وصيري برميها لتصير على نار هادي وبرميها لتصير داير أشعر جيبي صينية أكبر منها دهنيها سمنة طبيها عليها دقيها رجعي حطيها حوالي دقيقتين على النار بيطلع عندك أطيب كنافة ايه تكرم عيوني أهلا وسهلا فيكي ومناخد اتصال جديد ألو ألو بونجور يسعد لي صبيحكم أنتك تسلم حبيب القلب تسلم انا مش رح اطلب منك وصفه تعمل تعطيني انت وصفه خاصه للرجال هيك تعمل لي اياها المدام العشيه تعطينا قوه ونشاط اي وصفه تكون خفيفه وطيبه نعم تكرم هلا اكثر قوه ونشاط اذا كانت المدام عم تضحك بوجهك ومبسوطه هيدي احلى قوه ونشاط بتعطيك اياه قد ما تاكل اكل عادي واذا عبسه بوجهك او معصبه منك في الشيء رح يعطيك لا قوي ولا نشاط الموضوع نفسي موضوع نفسي ايه بس في مثلا يعمل صورة دجاج مثلا نعم. طيبه او صورة غنم نعم. يلا حطي هون بعد صورة غنم يقليها شوي صغيره يحط عليها شويه عصير حامض وملح وبهار ابيض وياكل سوداء هاي بتعطيه نشاط وحيويه هون
يلا نحطي قرقان اخضر مش ما يكونوا كبار. يلا هي وعم تحط امسرين كم عرق بقدونس للزينه مع هالجزر اللي حطيناه. راح نشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان. بعد ما حضرنا انا وامسرين كرات البطاطا بالخضار بنكهة الكاري بتكون حلقتنا لليوم انتهت، اللي هي عبر شاشة تلفزيون لبنان والحلقة المباشرة. على طول احضرونا دايما على تلفزيون لبنان ومنقلكم باي باي. انا باي وامسرين باي.